يقول: امرأة عملت عملية تكميم وخطبها رجل، هل يجب عليها أن تخبره؟ والمسألة هذه يعني مشكلة ترجع إلى يعني الناس أنفسهم، يعني الخاطب. بعض الرجال ما يهم هذا الأمر. أنا واحد مرة تصلي يعني بيطلقها ليش إن كذبت عليه، ما قالت له مسوي عملية تكميم، والأكثر ما يهتموا بها، خاصة الحين تقريبا يعني ما أنا قايل ما في بيت، لكن خلنا نقول ما في عائلة إلا في أحد مسوي عملية تكميم، بل بعض أحيان يقول 5 في البيت 6 في البيت يسوين عملية تكميم أو كذا، يعني انتشرت جدا يعني ولا تؤثر حقيقي. يعني أنا في نظري أنه ما يحتاج أن الرجل يقول عملت عملية تكميم والمرأة تقول عملت عملية تكميم، ما في حاجة. لكن قد يطلق إذا يزعل الزوج أن إذا علم أنها عملت عملية تكميم. أنا ما أنصح طبعا أن هذا يطلق لأجلها، وليس هذا من الغش حقيقة، زين. لكن إذا هو حريص كذي ويهتم هالأمور خليه يسأل في البداية، راح يعرف أن هل كانت متينة ولا شيء كذي وكذا، وكانت عملت عملية تكميم وشلون ضعفت شلون كذا، يوصل بدون ما يحرج الناس ولا شيء. والله المستعان.